ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو جديد وريفيو جديد قمر كده من الحاجات الحلوه اللي انا جربتها، ومكمله لكم مجموعه ريفيوهات عن ايفون برودكت. بقى انا متجهه شويه لللاين ده، شويه جبت منه حبه حاجات كده وبجيب شويه، طبعا كلهم مش جبتهم مع بعض، فمش عايزه احرق لكم. النهارده هنتكلم عن كريم بيبي، لان ده انسب وقت ان احنا نستعمل فيه بيبي كريم. فالنهارده هكلمكم عن ايفون كيرسان بلس كريم بيبي، مناسب جدا 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 لجميع انواع البشره. يلا بقى حمستكم، فيلا اعملوا لايك فيديو النهارده عشان اقول لكم معلومات اكتر عنه وتتحمسوا وتجربوه زيي. ولو انتي اول مره تتابعيني، انا اسمي سلوى، قناه اسمها سلوى بيوتي، فيها ريفيوهات كتير في منتجات كتير جدا، فاتمنى ان انتي تتابعيني وتعملي سبسكرايب. فاصل صغير جدا وارجع لكم على طول، فالله خليكم معايا. نبدا بسم الله بقى في فيديو النهارده، وزي ما قلت لكم هنتكلم عن البرودكت دوت. ده من ايفون كير، ده سان بلس كريم بيبي. ده اول حاجه كده اقول لكم عليها، ان هو بيقلل من اللمعان والحمايه من الشمس، وكمان احلى فيه ان هو في معامل حمايه للشمس بدرجه 45 للبشره. هو تاني حاجه اقول لكم عليها ان هو مناسب جدا لجميع انواع البشره. كمان البيبي بيحمي البشره من الاشعه الفوق البنفسجيه، وكمان بيديها يعني ملمس كده مفهوش يعني العيوب وحته باينه فيها عيب للبشره والتانية لا مفهوش كل الكلام دوت، ودي برضو من احلى الحاجات اللي موجوده فيه. هو كريم بيبي مرطب وكمان ملطف، ودي حاجه كويسه جدا للبشره، وفي معامل حمايه للشمس زي ما انا ما قلت لكم. كمان بيقلل من مظهر اللمعان البشره، وكمان بيخليها طبيعيه اكتر. هوريكم طبعا طريقه استخدامه ازاي دلوقتي. مهم ان انت قبل ما تحطيه تسيبيه، بعد ما تحطيه ربع ساعه بعدين تبتدي ان انت تتعرضي للشمس. هو الباكج بتاعته حجمها صغير، بس بصراحه هي كده حجمها كويس جدا، يعني علشان تقعد معاكي، مش هنفضل ما قعدنا كتير، يعني حجمها مناسب 50 مللي، ممكن تشغليها معاكي في شنطتك عادي جدا، مناسبه جدا جدا في الوقت بتاع المصيف. كمان ما انصحش حد بصراحه ان هو يحط فاونديشن خالص، طبيعي ان انت لازم تحطي سان بلوك، فلو عاوزه تعلي اكتر فهتحطي بيبي، وكمان في معامل حمايه للشمس، معامل حمايه بتاع الشمس بتاعه كويس جدا 45. فبالنسبه لي كان يعني منتج حلو، يعني في حاجات كتير حلوه قوي. بصوا هو الدرجه بتاعته لونها بيج غامق زي ما انتم شايفين كده، ده بيعمل بصوا مكتوب عليها الدرجه بتاعته دي ميديوم اللي انا استخدمتها، تمام الدرجه الميديوم بتاعته ده اللون بتاعها بالظبط، عشان لو حد حابب ان هو يجيب ممكن تاخدي سكرين شوت عشان تبقي عارفاه، وكمان ما تنسيش عشان لو عايز تسالي عليها. انا كنت جايباه ب150 جنيه، الكريم البيبي دوت كنت جايباه ب150 جنيه، تمام. هنبتدي بقى ان احنا نجربه مع بعض. بتحطي حبة حلوين، تمام. بتبتدي ان انت عايزة تعمليه بصوابعك، ماشي، عايزة تستخدميه بفرشة زي ما انا ما هوريكي دلوقتي. المهم ان انت تاخدي كمية حلوة كده، الكمية دي طبعا دي كبيرة جدا، كبيرة ليه؟ لان هتحطيها في وشك كله، لازم تحطيها كمان على رقبتك، ما تنسيش رقبتك كمان، وبالراحة. وبتحطيه كمان من تحت لفوق، ومن وكمان تطلعي لبره كده، هتقعد هو مش بينشف بسرعه، دي حاجه تاني، فهتسيبيه شويه حلوين بعدين تبتدي تتعرضي للشمس. زي ما قلت لك برده من شويه، لازم تسيبيه ربع ساعه قبل ما انت ما هتتعرضي لبره. بصوا بقى ابتدى ان هو درجته لونها بيش ازاي، فانا حسيت ان انا يعني انا بوريلكوا كمان عملي انا نفسي لما حطيته على بشرتي، حسيت ان هو بايدي لا مش هينفع خالص، فكنت بستخدم سبونج او الفرشه ديت كنت بوزع بيها، فكانت بصراحه كويسه جدا في الدمج وكمان في التوزيع، فبصراحه كانت من الحاجات اللي هي من انا جربتها البيبي الفتره ديت،
كانت عجباني جدا. بصوا الدرجة بتاعته لونها بيج زي ما انتم شايفين. انا بنصحكم ان انتم تجربوه. بصوا لونه وكمان وحد لون البشرة ازاي. بصوا ايدي دي من ايدي دي، هتلاقوا ان هي ما فيهاش فرق، وفي نفس الوقت خلى البشرة متوحدة كويس جدا، بيدي لمسة حلوة جدا للبشرة، وكمان في معامل حماية للشمس، فهو بالنسبة لي كده 2 في 1. بصوا بقى لما اتدمج كويس وكمان سبته ربع ساعة، اللون بقى ناتورال اكتر، الدمج بتاعه بقى شكله حلو عن كمان لما حطيتيه في الاول خالص. فبصراحة كان هايل هايل، وسعره كويس جدا. انتي ما اشتريتيش حاجة واحدة كريم بيبي بس، انت كده اشتريتي كريم بيبي وكمان اشتريتي سان بلوك لبشرتك، وكمان المعامل الحماية بتاعته كويسة جدا جدا. بصوا كده نشف تماما وكده البشرة اتشربت. طب انتوا اكيد واخدين بالكم من الفرق بين ده وبين ده، هو بيدي طبعا لون بيج كل واحد ولون بشرته، تمام. فانا بصراحة انصحكم جدا جدا ان انتوا تجربوه، ومن الحاجات الهايلة اللي انا جربتها. لو انتوا حابين ان انا اقول لكم على الحاجات الوحشة اللي انا جربتها من ايفون، اكتبوا لي في الكومنتات وهقول لكم على الحاجات اللي انا بصراحة جربتها. انتوا عارفين انا مبحبش اديكم شوية طاقة سلبية او حاجات من الحاجات الوحشة غير نادرا، فلو عاوزين بقولوا لي وانا هقول لكم على الحاجات الوحشة اللي ما تجربوهاش. واخدة اسم او واخدة فيوز على الفاضي، وهي حقيقي فعليا مش بتكون احسن حاجة في الدنيا. حابة بقى اقول لكم على نقطة مهمة جدا تاخدوا بالكم منها. لو انت نزلتي البحر او نزلتي حمام السباحة، وانصحك ان انت تعيدي تاني ان انت تحطي منه، وخصوصا لو بشرتك اتعرقت او كمان بشرتك انت نزلتي ورجعتي ان انت نشفتي وشك، او اتمنى ان انت ترجعي تحطي منه تاني علشان ما تلاقيش اسمرار وبعدين ترجعي تقولي ايه ده ما عمليش حاجة. لا هو بيعمل حلو جدا جدا. وكمان مهم ان انت تحطي سان بلوك علشان الاشعة الفوق البنفسجية واضرارها للبشرة اللي انتوا طبعا عارفينها. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى بقى ان انتوا تعملوا لي لايك حلو كده زيكم عشان الفيديو يترفع ويتشاف لاكتر حد، وكمان كومنتات، انا هرد على كل الكومنتات ان شاء الله. وبس كده، واقول لكم دمتم دايما حلوين ومع السلامة.